بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، سوف نتناول بإذن الله تعالى تدريبات إثرائية للصف الخامس منتصف الفصل الدراسي الثاني، فهيا معي أعزائي الطلاب نجيب على الأسئلة الآتية. الورقة الأولى، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. 1- تزداد الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحارة، القطبية، المعتدلة، الصحراوية. الجواب أعزائي الطلاب في المناطق المعتدلة. 2- الأماكن التي يتم فيها عمليات البيع والشراء لمختلف البضائع، يشير التعريف إلى مفهوم الإنتاج، الصناعة، الأسواق، الاستهلاك. الجواب أعزائي الطلاب الأسواق. السؤال الثاني، عدد 3 من المقومات الطبيعية لقيام الأنشطة الاقتصادية. الجواب أعزائي الطلاب الموقع الجغرافي، المناخ، موارد المياه، التربة، المواد الخام. السؤال الثالث، عدد 3 من المقومات البشرية لقيام الأنشطة الاقتصادية. الجواب أعزائي الطلاب الأيدي العاملة، رأس المال، التقدم العلمي، وسائل النقل، الأسواق. الورقة الإثرائية الثانية، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. 1- من مصادر الطاقة المتجددة، الفحم، النفط، الشمس، الغاز الطبيعي. الجواب أعزائي الطلاب الشمس. 2- تساعد التربة الخصبة على زيادة الإنتاج، المائي، التجاري، الصناعي، الزراعي. الجواب أعزائي الطلاب الزراعي. السؤال الثاني، صنف مصادر الطاقة الآتية في الجدول التالي، الفحم، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الغاز الطبيعي، الطاقة الكهرومائية، النفط. الطاقة المتجددة أعزائي الطلاب، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية. الطاقة غير المتجددة، الفحم، النفط، الغاز الطبيعي. الورقة الإسرائيلية الثالثة، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1- من المقومات الطبيعية المؤثرة في قيام الأنشطة الاقتصادية، رأس المال، وسائل النقل، الأيدي العاملة، الموقع الجغرافي. الجواب أعزائي الطلاب الموقع الجغرافي. 2- من المقومات البشرية المؤثرة في قيام الأنشطة الاقتصادية، التربة، المناخ، وسائل النقل، الموارد المائية. الجواب أعزائي الطلاب وسائل النقل. السؤال الثاني، عدد 3 من أهمية رأس المال. الجواب أعزائي الطلاب تنفيذ المشاريع، شراء المواد الخام، دفع أجور العمال، نقل المواد المصنعة إلى الأسواق. السؤال الثالث، وضح 3 من أهمية التقدم العلمي. الجواب أعزائي الطلاب زيادة الدقة في الإنتاج، زيادة كميات الإنتاج، توفير الوقت والجهد، الحفاظ على البيئة. السؤال الرابع، عدد أنواع النقل. ألف، النقل البري، النقل المائي أو البحري، النقل الجوي. الورقة الإثرائية الرابعة،
السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فيه: الحدادة، التجارة، الزراعة، الصناعة. الجواب أعزائي الطلاب التجارة. 2، بعد اشتداد تعذيب المشركين للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى اليمن، الحبشة، بلاد الشام، بيت المقدس. الجواب أعزائي الطلاب الحبشة. 3، استمرت الدعوة الإسلامية سرا لمدة 1، 2، 3، 4 سنوات. الجواب أعزائي الطلاب 3 سنوات. السؤال الثاني، بما تفسر هجرة المسلمين إلى الحبشة؟ الجواب أعزائي الطلاب لأن ملكها عادل. 2، لأن أهل الكتاب يعتنقون المسيحية رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب التأييد للدعوة الإسلامية. الورقة الإثرائية الخامسة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 4، 5، 6، 7. الجواب أعزائي الطلاب 6. 2، تم فتح مكة في العام الهجري 6، 7، 8، 9. الجواب أعزائي الطلاب في العام 8. السؤال الثاني، اذكر أهم الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الجواب أعزائي الطلاب بناء المسجد، المؤاخاة بين المسلمين، صحيفة المدينة. السؤال الثاني، بما تفسر تسمية العام العاشر من البعثة بعام الحزن؟ الجواب أعزائي الطلاب وفاة عمه أبو طالب، وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها. الورقة الإثرائية السادسة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. رقم 1، تم عقد صلح الحديبية في العام الهجري 4، 5، 6، 7. الجواب أعزائي الطلاب 6. 2، أطلق اسم يوم الفرقان على يوم بدر، أحد، الأحزاب، فتح مكة. الجواب أعزائي الطلاب يوم بدر. السؤال الثاني، اذكر بنود الصحيفة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. الجواب أعزائي الطلاب جعل السلطة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قائد الأمة. 2، الحرية الدينية مكفولة لجميع سكان المدينة المنورة. جيم، حماية المدينة ضد الأخطار الخارجية مسؤولية كل سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين. السؤال الثالث، اذكر 3 من بنود خطبة الوداع. الجواب أعزائي الطلاب تحريم القتل والسرقة، المساواة بين جميع المسلمين، احترام النساء وحسن معاملتهم، التمسك بكتاب الله والاعتصام به. الورقة الإثرائية السابعة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. العام الهجري الذي أطلق عليه عام الوفود هو العام 7، 8، 9، 10. الجواب أعزائي الطلاب العام 9. 2، الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق حول المدينة هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الجواب أعزائي الطلاب سلمان الفارسي. السؤال الثاني: عد الثلاثة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أعزائي الطلاب: الصدق، الأمانة، سداد الرأي، عدالة الحكم. السؤال الثالث: اذكر أسباب يوم بدر الكبرى. الجواب أعزائي الطلاب: إضعاف قوة قريش، تعطيل تجارتها مع الشام، استرجاع أموال المسلمين التي استولت عليها قريش. الورقة الإثرائية الثامنة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. أول من استجاب للدعوة الإسلامية من الرجال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. الجواب أعزائي الطلاب: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اثنين: من أسباب هزيمة المسلمين في غزوة أحد قلة عدد المسلمين، كثرة عدد المشركين، كثرة العدة والعتاد للمشركين، مخالفة الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أعزائي الطلاب: مخالفة الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: رتب الأحداث الآتية على الخط الزمني من الأقدم إلى الأحدث: يوم أحد، يوم الأحزاب، فتح مكة، يوم بدر. الجواب أعزائي الطلاب: يوم بدر، يوم أحد، يوم الأحزاب، فتح مكة. الورقة الإثرائية التاسعة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: واحد، هو الوثيقة التي تضم القواعد الأساسية التي تحدد الأسس العامة لدولة ما، يشير التعريف إلى مفهوم السلطة، الوطن، الإقليم، الدستور. الجواب أعزائي الطلاب: الدستور. اثنين، تم إصدار الدستور الدائم لدولة قطر عام 2001، 2002، 2003، 2004. الجواب أعزائي الطلاب: عام 2004. السؤال الثاني: اذكر ثلاثة من أبواب الدستور القطري. الجواب أعزائي الطلاب: الدولة وأسس الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع، الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، تنظيم السلطات، الأحكام الختامية. السؤال الثالث: اذكر ثلاثة من المبادئ الأساسية التي تتضمنها المادة الأولى من الدستور القطري. واحد، قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة، دينها الإسلام، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، نظامها ديمقراطي، شعب قطر جزء من الأمة العربية. الورقة الإثرائية العاشرة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، تم إصدار الدستور الدائم لدولة قطر في عهد الشيخ علي بن عبد الله الثاني، الشيخ خليفة بن حمد الثاني، الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الشيخ أحمد بن علي الثاني. الجواب أعزائي الطلاب: في عهد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. اثنين، تكمن أهمية الدستور القطري الدائم بأنه ينظم قانون المرور، يبين قانون البلديات، ينظم السلطات في الدولة، ينظم قانون المحافظة على البيئة. الجواب أعزائي الطلاب: ينظم السلطات في الدولة. السؤال الثاني: اذكر مراحل تشكيل الدستور القطري.
الجواب أعزائي الطلاب، تشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم عام 1999 ميلادية. 2. إجراء الاستفتاء العام على الدستور عام 2003. 3. إصدار الدستور الدائم عام 2004. السؤال الثالث، وضح أهمية الدستور القطري. الجواب أعزائي الطلاب، يتضمن المبادئ الأساسية لسياسة الدولة. 2. ينظم سلطات الدولة، يضمن الحقوق والحريات للمواطنين. الورقة الإثرائية 11. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. رقم 1، من مصادر المياه المالحة، البحار، الأمطار، الأنهار، الآبار والعيون. الجواب أعزائي الطلاب، البحار. 2، حدثت غزوة بدر في العام الهجري 2، 3، 4، 5. الجواب أعزائي الطلاب، 2 هجرية. السؤال الثاني، عد الثلاثة من بنود صلح الحديبية. الجواب أعزائي الطلاب، رجوع المسلمين هذا العام على أن يعودوا في العام القادم لأداء العمرة لمدة 3 أيام. 2، تعقد هدنة بين الطرفين مدتها 10 سنوات. 3، من أراد الدخول في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد الدخول في حلف قريش دخل. السؤال الثالث، عد الثلاثة من أساليب محاربة قريش للدعوة الإسلامية. الجواب أعزائي الطلاب، السخرية والاستهزاء وعدم اللامبالاة، الاضطهاد والتعذيب للمسلمين. حاصرت قريش بني هاشم في شعب أبي طالب 3 سنوات. 4، الترغيب والتهديد للرسول صلى الله عليه وسلم. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من الأسئلة الإثرائية، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.